العهد باقون ولفلسطين داعمون ومشجعون. إخوانا نزلوا ضيوفا أعزاء ببلد الشهداء لتكون مباراة كرة القدم لها أكثر من معنى. ترتقي فيها الرياضة لأسمى معانيها عندما تكون متنفسا آخرا لدعم القضية. منتخب الفدائيين الذي حل بالجزائر ستكون بدايته بمباراة ودية أمام اتحاد عنابة وبملعب 19 ماي ببونة. ليجد الأشقاء كل ظروف الراحة والاستقبال والترحاب ببلدهم الثاني، كما وفرت لهم كل إمكانيات التحضير من أجل استعدادهم الجيد لرهان كأس أمم آسيا المزمع تنظيمها مطلع السنة المقبلة بقطر. مباراة ستكون بداية تربص انطلق في 12 ديسمبر الماضي ويستمر إلى غاية 22 من نفس الشهر. ستتخلله مباراة ودية ثانية يوم 19 ديسمبر أمام المنتخب الوطني الأولمبي. محطة الجزائر ستكون محفزة لمنتخب الفدائيين من أجل شحن البطاريات رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. الحمد لله يعني وصلنا بسلامة لبلدنا الثاني اللي هي الجزائر. متشارك فيها متشارك معها بكثير أشياء، إنه هم بلد المليون ونص شهيد وإحنا بلد نحمل شهادة استشهادين وشهداء وأسرى وجرحى وبنعاني كثير أشياء نفس اللي شعانت الجزائر، وهذا الشيء بخلينا نتشارك بالشعور واحد وبنحس في بعض أكثر ناس إحنا والجزائر. والأكيد أن الجماهير الجزائرية ستكون الداعم والمشجع الأول بمدرجات ملعب 19 ماي وتكرار المشاهد الأسبوعية في ملاعب الجمهورية ضمن البطولة المحلية. علم فلسطين من دون شك سيكون حاضرا بقوة مثل ما كان عليه الحال في مباريات خاضها الأشقاء من قبل بأرض الجزائر.